السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلين وسهلين إخواتي بحلقة جديدة من محاكي سوبر ماركت. بسم الله نبدأ. طبعا صباح الخير شباب، شلونكم شو أخباركم؟ اللي صار تغيير بسيط على اللعبة، لعبت شوي صغيرة لأنه اضطريت إني أجمع فلوس لحتى أسوي اللي هو التواليت، هاد عشان نستخدم التواليت ونستخدم الدوش، لأنه أعطوني إنذارين بسبب انه بدي لازم دوش ولازم شو اسمه، والانكى من هيك انه صار الهيلث عندي عم ينزل، فما ادري انه اذا بموت ايش ممكن يصير ما بعرف، لكن هاي الغرفة على كل حال حنشتغل عليها بعدين. اليوم شو مخططاتنا؟ طبعا نزل تحديث جديد للعبة، والتحديث بيقول انه ضايفين هدول حواجز. شو شغلتهم ما عندي علم صراحة، انه اتوقع انه مشان السرعة وهي الحركات، او انه في شخصيات ما عندي علم يا جماعة، بس انه في تحديث جديد نزل. وعنا هون اللي هي المشفى، المشفى لازم اشيك عليها لحتى اعرف شو فيني اسوي بالمشفى اساسا. طيب اوكي، اها اوه بعالج حالي $250. ليش؟ طيب ليش $250؟ يعني والله كثير ترى، مو مبلغ قليل، ما ادري. لك على كل حال خلونا نروح نفتح السوبر ماركت تبعنا، لانه جبت اغراض خلف الكواليس، شوية اغراض صغيرة مو كثير يعني، هيك كم غرض بس خفيفين حتى اني اقدر اشتغل. هون لازم اني اقدر اغير الاسم تبع ما تسمى السوبر ماركت تبعي. صباح الخير يا شباب، شو نسميه؟ طرحوا لي اسماء تحت بالوصف. طبعا جبت شوية خبز وحركات وهيك، وجبت هدول من بيناتهم خضروات والحمد لله انهم بيخربوا، وهدول العصائر والهيك شغلات الكوكيز والبسكوت المالح وشوية محارم، هدول كانت اسعارهم جدا اسطورية فقلنا الحمد لله. طيب بما انه عندي شوية اغراض، اوكي لك تغري اخدت لك، اصبر علي بس اشتري لاخر النهار، خذ منك الراتب شان الله، اصبر بس لاخر النهار خذ الراتب يا اخي، لسه تونا فاتحين قايلين بسم الله الساعة 9، العم هذا بياخد اجرته يا شباب من قبل ما حتى ابلش. طيب ما علينا، هذا البطيخ هلا يقعد شو اسمه. على كل حال الشغلات اللي اضافوها اتوقع انه راح يكبروا الماب شوي. في عنا هون متجر سيارات، بدنا نروح نشوف سيارات. ثاني اشي لازم اروح على متجر اللحوم، لازم اجيب لي شويه لحوم واشوف انه هل رح تكون لحوم اسعارها منيحه. ثانيا اللي هو اهم اشي عندي يا شباب اني اشوف السيارات، اذا السياره الكبيره كم سعرها، لانه بحب السيارات. قولوا هاي السياره منيحه لكن ما بعرف اذا رح كفيني ولا لا. اوكي طريقنا من هون لعند تبع اللحوم، بائع اللحوم، لنشوف اسعار اللحوم. اتمنى ما تكون غاليه واتمنى انه تكون بتجيب لنا ارباح حلوه. لحد الان انا ما اكتشفت كل شيء وشو الشغلات اللي ممكن تجيب لنا ارباح حلوه وشو الشغلات اللي ما بتجيب ارباح حلوه. تمام، فهذا البياع وين صاير؟ معليش ممكن شوف حتى سرعتي، حاسس حالي صرت امشي ابطا من قبل. اوكي هي اللحوم، السلام عليكم. ايش في عنده لحوم؟ اوكي اللحوم هون. نسينا انه بدنا براد للحوم، وهاي برايس كمان. اوكي هذا جود برايس، بشتري. او ماي جاد والله اسعار غاليه. شوفوا بما انه ما عندنا براد فرح نضطر نغير الخطه يا جماعه، نضطر نغير الخطه ونروح نجيب لنا شويه اغراض نحرك فيها المحل شوي، غير هيك مستحيل نقدر نشتغل ولا نسوي اي شيء. وللعلم ضافوا سياره فيك تستاجرها باليوم، اتوقع $100. يب باليوم $100 ممكن تفيدني تخليني ما اشتري سياره مثلا ب 1500 او $5000، ما ادري كم اساس السيارات لاني عن جد ما رح شيكت عليها، فبدي اشوف انه هل رح تكفينا. طيب نقول يا رب عنا $400، نروح نشتري لنا رفين. اوكي شايفين هاي السياره، اصبروا خلينا ننزل. شايفين هاي السياره يا جماعه، بقدر استاجرها. يب شايفين run for one day $100، وبقدر احمل فيها اغراض كثير ممكن نحتاجها في المستقبل ما ادري. لكن اهم شيء عندي اليوم التو اللي بالتعليقات انه بقدر اخذ قرض من البنك ب $1000، اذا هذا اشي صحيح كان والله شوفوا رح يكون عن جد ديم، رح يكون عن جد ديم، لانه انا محتاج $1000 هلا اني اشتري رفوف، اشتري شويه اغراض. سلام عليكم عسكري، اشتري شويه رفوف شويه اغراض ونقدر نظبط محلنا. اوكي ريكويست بنك كارد، اوكي حلو، بخمس $25 بس بطلع كارت بنك يا جماعه منجيب، وفيني هون اخذ $1000. حلو بدي ارجعها امتى ما بدي؟ قولوا لي ايه بليز، قولوا لي ايه بقدر ارجعها امتى ما بدي. نايس $1000، $1300 حاليا ضل صار معي.
عملوا لي كافي تحويل من البنك للبطاقة، من البطاقة للبنك. ما أدري ممكن نحتاجها، ممكن في شغلات نحتاج نسويها مثلا اللي هن هون الابجريد هدول، مثلا لازم يكون في عنا بالبنك مصاري لحتى يدروا. ما أدري الشوب ريتنج عندي 1%، تعبانة والله الموضوع يا جماعة. هذا 500 ما أصرف عليك شيء، والله ما تستاهل، والله ما تستاهل أدربك أساسا يا جماعة. وقع على الآخر. اوكي بدنا اوي هذا تصليح سيارة. اوكي ما اتوقع. اوه سلامات، ايش صاير هون؟ السلام عليكم يا جماعة، يعطيكم العافية، والله ساعدين الطريق يا جماعة. اوكي قاعدين يشتغلوا، ما ادري شو الفكرة من هذا التحديث، بس 2 جيجا هيك عشان يضيف لي السيارة شحن، استأجرها ب 100 دولار ويحول لي الطريق السريع لهون. اتوقع عم يحاولوا الطريق هذا مشان الحادث اللي عملته ذاك اليوم على جسر على الجسر اللي بعد الكازية. اتوقع سكر. واو اوكي كنا عملنا حادث ثاني. حلو مسكرين نص الطريق يا جماعة، مسكرين نص الطريق. حلو غاز عنا 72%، ما اتوقع اني بحتاج الغاز حاليا. اوكي الكترونيات ما راح اشتري، راح اشوف جابر حاليا شو عنده. تمام شوف جابر ايش في عنده حاليا. هذا الي جيب. لا ممكن اخذ لا يا ليل الليل. ها شوفوا ايش في عندي هون، شغلات محطوطه يا جماعه. قسما بالله هاي الانية الحليب فكرتها الي، ما ادري ليش. اوكي ما فيني احط، اوكي بقدر احطها. حلو ممتاز ممتاز. هذا ايش وضعه؟ تولك. اوكي هلو ذير يو ار مينوس. اها اوكي عميل يعطيني 50 دولار وبقدر ابني لك سور حوالين هذا. اوكي مو مشكله، روح ما عندي اي مشكله. باي اوكي عميلي ثانك يو. اوكي ثانك يو. اوكي يا جماعه مول هذا انه بيسوي لي سور حوالين البيت ب 50 حوالين هذا ب 50 دولار. والله معلش ما عندي اي مشكله. خلونا نشوف الشغلات اللي لازم نشتريها شو هي، شو اللي حتجيب لنا مرابح حلوه. بما انه صار معي فلوس فلازم اشتري اشي غالي ويجيب لي فلوس، انا هيك بدي. قلت لي لانه ما اركز على السعر اللي تطلبه العالم، على الشغلات اللي بتطلبها العالم، اركز على الشغلات الرخيصه. فلح ناخذ. ها اشتريت هاي برايس. لا جبت ام العيد يا جماعه. اوكي ما بيأثر. الله بعوضنا ان شاء الله، ان شاء الله سنتعوض خيرا. اوكي هاي كويسه. اوكي جيب من هاي حبه. لا اشوف الاسعار اللي الشغلات اللي ممكن تربحني 4 دولار وما فوق، مثل هي مثلا. قول هاي عندي منها والله ما راح اشتري. هاي 3 دولار بتربح، هاي بتربح دولارين مي. اوكي تدرون مي ما عندنا، والله اجيب لك واحد طلب مي يا شيخ. اوكي هذا بيربح منيح، هذا بيربح منيح والله جيب. وهذا بيربح 5 دولار كمان جيب. البسكويت بيربح 5 دولار. حلو اتوقع اشتريت 9 4 6 و5. اوكي اشوف انه جبت كميه هذا منيح. بدي اشوف هل ممكن اقدر اشتري براد يا جماعه، اذا قدرت اشتري براد وكان سعره رخيص والله نوت باد ارجع اشتري لك الشيطره. شفتوا المقلب اللي صار فينا؟ المقلب اللي صار فينا انه ما فيك تحط غير 2 باكيت. نايس ما فيك تحط غير 2 باكيت. اوكي هسه نقدر، ما بيطيح منا شيء. اوكي حلو لازم احط بس صفين، ما بقدر احط اكثر من 2 كرتون فوق بعض. طيب يفترض انه المحل تبع الفرنتشر لقدام. حلو هون نقدر نشتري هلا توقع براد. معلش ممكن الباب بس تبعكم. اوكي من هون بقدر احط فلوس اسحب فلوس. طيب الرف اللي عندي ب 100، شوفوا والله الرفوف مو غاليه. هذا 120 هذا 40. اوكي هذا سعره حلو والله، هذا سعره حلو. طيب تبعات الفيجيتابلز احنا والله تبعات الفيجيتابلز يا جماعه خساره. تبع البرد حاليا ما لا احتاجه بحط لي. خلونا نشوف البرادات، بدي اشوف لي براد مثلا من البرادات اذا اشتريته. $700 1100 والله غالي البرادات، غالي يا جماعه البرادات غاليه مره. يعني 1000 قب 1000 اجيب براد. هذا لل شو اسمه اتوقع للحم والهيك. نجيب من هاد ولا هاد؟ 1300 هاد مستحيل.
جيب من هذا انا برايي. هذا ابو الالف. ابو الالف نحط فيه شوية بوزة، شو رأيكم؟ نعم جيب جيب، لا تخلي اسمك يضيع. نجيب لنا شوية اغراض بمية، ما راح يمديني اشتري ولا اشتري. شوفوا راح اخذ رف ثاني. حلو، معليش اتوقع اني صرفت فلوسي كثير وممكن اندم، ممكن اندم، لكن اتمنى لا، اتمنى لا. ارجع عن جابر اشوف اذا بقدر اشتري ب 80 دولار يعني شو اسمه بوضه او اشي هيك يكون رخيص حتى اقدر احطه. ها جابر شلونك ابو جبر؟ اوكي جود برايس. اوه والله يا جماعه، والله يا جماعه البوضه بتربح والله، وكلها جود برايس. بقدر اشتري واحده من اي من يعني واحده من اي شيء. طيب خلونا نشوف العالم شو بتطلب. اوكي حاليا يوم ما حدا طالب، بس باخذ هاي، يب باخذ هاي. وضل معنا 29 دولار يا جماعه، ضل معنا 29 دولار فقط لا غير. بس شو جبنا كميه بضاعه محترمه اليوم، اليوم جبنا كميه بضاعه محترمه بتكفينا. امورها تمام. ثيرستي عطشان، لازم اشربه، لازم احطه بحممه، احطه بتواليت يلين. ندرس، لازم نرجع ال 1000 دولار للبنك. والله احس حالي تورطت يا جماعه، ما بتحسوا معي انه انا تورطت وجبت يعني هاي الشغلات كلها هيك بالسرعه؟ ما ادري، انا عديت الماركت تبعي يا جماعه ولا شفتها. بتصدقوه؟ بتصدقوا بالله عديت الماركت تبعي ولا شفتها. اوكي بسم الله، خلونا نبلش نحط الرفوف. لا احط الرف هذا اول اشي هون، نا اخو كالعادة مبدئيا. ايوه البراد، وين احط البراد؟ انا فكر احط براد البوضة يا جماعة هون، اول ما بتدخل العالم يكون في براد البوضة هون. انا هيك بشوف المفروض انه هاي تبع البوضة. يب حلو 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 حلو، ونحط لكم. تعالوا يا جماعة جبنا لكم بوضة. اوكي لسه ما نزلوا التحديث، ما نزلوا التحديث اني اقدر احط قطعة فوق قطعة، مو مشكلة. اوكي يا جماعة لازم نفرض الاغراض بقى. اوكي بحط المي هون، اتوقع ممكن يكون منها فائدة، ما ادري انه اذا هاي مي ولا لا، وانه هل بيقدر يبيعها اذا حطيتها هون او كمان لا. اني اشوف مكانها. هاي ايش في؟ صوت تكسير اللي عم كسر. اوكي جبنا لهم بيض، تعالوا بيض بيض. والله جبنا لهم بيض، بيض اسطوري بيطلع. لازم يخلونا يا جماعة نصير نحط فوق بعض، لانه حرفيا رح نحتاجها. اوكي جبت اكل كلاب، وانا عندي اساسا اكل كلاب، واكل الكلاب اساسا ما عم ينباع. يا الليل والله يا جماعة مخي خربان. معقول هدول لانه مو عرفوف يا جماعة ما عم ينباعوا؟ والله خلوني اجرب احط عرفوف. ترى غاليين هذول، والله مرة غاليين. ما ادري اكتبوا لي بالتعليقات هل الشغلات اللي بحطها بالارض يا جماعة ما بتنباع؟ ما ادري، انا هيك حاسس لكم. والله في صوت تكسير، في اشي هون عم يصير، في شغلات كثير عم تطلبها العالم وانا ما معيش اياها. ليش؟ ما عندي اياها. الخضار راحت تقريبا. جبنا لكم بازيليا ومايونيز، تفضلوا تفضلوا. لازم نجيب لحوم ولازم نجيب خضار يا جماعة. احس العالم فايتة طالعة عم تطلب ما عم تلاقي اشي. اوكي سوشي، والله والله سوشي طلعنا جايبين. اقولها ايش غليان السوشي. والله يا جماعة طرطنا بالسوشي. اوكي هذا اتوقع شاي او قهوة، ما ادري. اوكي احس انه شاي او قهوة. نايس والله، شوفوا صار عنا اغراض حلوة، والله صار عنا اغراض حلوة. اشوف انه الوضعية ممتازة يا جماعة، يعني الاغراض اللي صارت عنا ممكن تعبي لنا شوية اغراض. البيرد ما عم ينباع، ما ادري شو قصته. انا جوعان وهذا مقلتش بالسيارة. اوكي معقول العالم عم تطلع من المحل ما عم تعرف تمشي. 165 دولار بس، ليش طلباتكم كلها مو موجودة يا جماعة؟ ما حدا اشترى بوزة طبعا للأسف. الساعة 20 بنقفل اساسا، بنروح تاني يوم. رح ياخذ مني هذا 100، الله يبارك له. ترى والله كويس، يلا يا جماعة حنقفل يلا. اوكي قفلنا الساعة 21. شوف هذا حيشتري اشي ولا لا.
اوكي اشترى. انا فكرت المره الماضيه انه اللهم صل على سيدنا محمد اخذ وما اعطاني فلوس، ما انتبهت اساسا والله، فلذلك لا بيعطوني فلوس حتى للكشر مهم. بس اوكي لازم اروح على البيت هلا نوم، وفي بكره الصباح رباح لا يحرم مني 100 ليره هذاك الله لا يوفقه. لازم اشتري شويه خضره لانه اشوف انه الخضره، او ممكن اشترينا شويه لحوم، يلا ممكن اشترينا شويه لحوم. اوكي صباح الخير يا رجاله، صباح جديد، اشرقت شمس جديده. لا تري بدك حمام وهي اوكي روح يا شيخ. يا الله عم بشفت قدام الشرطة. اجيب لي شوية خضرة بنفتح المحل عشان ما اخلي له 100 دولار لهذا. ما بدي اخلي له 100 دولار الصراحة. يلا بسم الله شوف شو في عنده. 23 البندورة سعرها حلو. هي لا الخس لا. اوكي البطاطا سعرها حلو. هون لا سعر مو حلو ابدا. ولا هي سعرها حلو. هي سعرها حلو. هاد لا. هاد لو. هاد لو. اوكي. اوكي الوتر ميلون والله سعره مرة اسطوري. 112 جيب خلاص. اتوقع يكفيني. اتوقع يكفي حاليا. يب اتوقع يكفي اليوم. نايس. جبنا شوية اغراض خضروات. هلا لازم بقى نستنى شو لحتى شو نبيع. نفضل شوية من المحل لحتى اشوف كم رح يجينا فلوس. يعني اشك يعني اشك والله اذا كانت استراتيجية صحيحة ولا لا. ما تركت للعامل المصاري فلوس اليوم. اتوقع اول ما تصير 100 دولار رح ياخذها مني النصاب الحرامي. لو لي اسم كويس لهذا النصاب. لو لي له اسم، اسم كويس. ما معي والله. والله ما معي 100 دولار. بعطيك استنى بعطيك. بده يجيب شوية رمل وحركات. انت شلونك؟ شلونك يا مغضوب؟ شلونك يا جون سينا؟ ما بيشبه جون سينا بالله عليكم. شوفوا ما بيشبه جون سينا. يا شيخ حاطين جون سينا هون. الله سلامات. طيب بدي اشوف شوفوا. لا احط الوتر ميلون بالارض تمام. يعني هي نعمت الله بس شو نساوي. بدي اشوف هلا حيبيع وتر ميلون ولا لا. يا رب يبيعون. بس احس انه لا ما بيبيعون. ابن اللذينة اخذ فلوس. ابن اللذينة اخذ فلوس يا جماعة. اخذ فلوس صارت فلوسي بالسالب. يا ابن اللذينة والله انه وقح يا جماعة. والله راح احط قدامها كل خضرة. اصبر عن جد وقاحة يا شيخ. وش ذا؟ يالله ساوي خضرجي. انت فكر نفسك سوبر ماركت؟ تعال يلا يا خضرجي. يلا يا خضرجي. يلا بيع. بيع لشوف يلا. بيع صارت فلوسي بالسالب. الله يخرب بيتك. ما بيبيع ما بيبيع ما بيبيع يا جماعة ما بيبيع. أنا مفلس يا جماعة. أنا أعلن إفلاسي. أنا أعلن إفلاسي. نصب علي هذا نصب علي. أوكي في شيء مباع. نايس. الحمد لله. الحمد لله. حط والله لاحط قدامك ال شو اسمه يلا البطيخات. حاليا ما في اشي لانه اسوي. يلا اوكي بعنا شوية اغراض وصلنا 25. بدي اتاكد انه هالخضرة تنباع هون ولا لازم احطها حصرا على الرفوف. الاشياء اللي بدنا نحطها على الارض ما بتنباع. معقول؟ البوظة ما حدا اشترى بوظة طبعا للاسف الشديد. فروتي يا جماعة فروتي اشتروا. تنعم ما معنا ما عنا ما عنا شو اسوي يعني شو اسوي. خذ كل خبز يلا يعني. هنجر جوعان جوعان. روح انت ما في 100 ليره. روح ما في 100 دولار. روح لا ما بدنا نسكر. ما في 100 دولار يلا روح 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 ودع. Thank you.
اوكي يا جماعة، انتهى اليوم. $575 لو هيلث، لو كل شيء. ما بعرف اذا حموت، لح اعيش، جوعان، عطشان. خلينا نبيع هذا. شوفوا حتى ماني قادر امشي بسبب اللو هيلث. اوكي فهمنا الهيلث ايش بيفيد. يعني انا ما بموت، لكن الهيلث هو اللي بيأثر على ال هذا. الخضار انباعت وانا حاطه هون، انباعت. اوكي انباعت بطيخة وانباعت بطاطا وكل شيء، لكن يا جماعة الفكرة انه انا جوعان وعطشان، تمام، واموري مرة تعبانة. بريدر فل، يبدأ يفوت على الحمام، الحيموت بده يتحمم. ولازم اهيل. لا الهيل لوحده يا جماعة بدي احط $250. بوضن باع شيء، باع تنتين. حلو، انا هاي كانت تجربة يا جماعة ليوم كامل من البيع بشغلات بسيطة. لا اعطي هذا $100 تبعه، تمام، خلي يبلش شغل و tomorrow. اوكي حلو، بكرة الصباح لها يبلش شغل. حاليا لازم نروح نهيل و نروح على البيت. رح اشتغل شوي خلف الكواليس، اجمع لي كم فلس لحتى احط شوية اغراض، يعني احط شوية اغراض، اجمع شوية كم فلس حتى الحلقة الجاية نقدر نتطور يا جماعة. لانه حرفيا هيك تاخد وقت كتير طويل اللعبة، ولازم نجيب اغراض كثير، لازم نجيب اغراض كثير حرفيا. فالحلقة الجاية رح يكون هدفنا انه نرجع القرض تبعنا اولا، ثانيا انه نشتري رفوف كثير ونجهز حالنا لحتى نحط ونبيع. يعني لازم نبيع الحلقة الجاية حرفيا، لازم نبيع بكميات كبيرة. يعني انا هلا تقريبا قعدت ما يقارب ال 15 دقيقة لحتى خلص النهار الكامل في اللعبة. اوكي الهيلث 250، ضل معي $240. اوكي فينا نقول نوت باد. رح نفوت الحمام ونتحمم وكل اشي. المهم تمام، اتوقع انه بزيد معي بكرة $140. 240 دولار بقدر اشتري فيهم شوية اغراض خلف الكواليس ونبيعها ونجمع شوية فلوس. فايب، وبعد ما دخلنا الحمام وزبطنا لأموره رح نروح ننام. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم، استمتعتوا فيها. النصاب هذا شغيلي، ما بعرف شو ممكن اسوي معه. هل تنصحوني اني اطوره يا جماعة؟ هل تنصحوني اني اطوره؟ يعني ممكن يصير يجيب لي عملاء زيادة اعطيه 500، بس هون عملوا لي الديلي ووركر رح يصير موجود $100 حاليا، ممكن يزيد. يعني ممكن اذا دربته يصير يزيد او ينقص، ما عندي علم. اكتبوا لي تحت في التعليقات. وبس، شكرا كتير على المتابعة، اشوفكم على خير ان شاء الله. سلام.